حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب. ست النائب مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عادل، تحياتي ليك ولضيوفك ولمشاهدينك الافاضل. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. ايه اللي هيحصل بعد ما قدمت الحكومه بيانها النهارده لحضراتكم؟ لا خليني اقول لك ان اللي بيحصل هو اجراء لائحي، بتشكل لجنه خاصه لدراسه برنامج الحكومه، وبالفعل شكلت اللجنه وانا احد اعضاء هذه اللجنه. اجتمعت اللجنه النهارده عقب انتهاء الجلسه العامه للمجلس، وشكلت لجان فرعيه لكل محور من محاور اللي ذكرها الدكتور او عرضها الدكتور مصطفى منقولي رئيس الوزراء في برنامج الحكومه. هتتولى هذه اللجنه وتمارس عملها لدراسه برنامج الحكومه بتفاصيله خلال 10 ايام من تاريخ عرض البرنامج، ثم بعد ذلك تعد تقريرها لعرضه على جميع اعضاء مجلس النواب في الجلسه العامه باذن الله يوم 15/7. يناقش هذا التقرير داخل المجلس، يبدي اعضاء المجلس التقرير هنا. التقرير هنا يا ست النائب، ممكن الاعتراض على بعض النقاط في بيان الحكومه، ممكن مطالبه بتعديل بعض الاشياء. لا خليني اقول لك ان دوت اعمالها يعني او دي نتيجه تسرع عن اعمال هذه اللجنه الخاصه، سواء كان مطالبه بتعديل بعض المحاور يعني او دوارد بعض الملاحظات. ده وارد، انما انا اقول لك بس بعيدا عن التفاصيل يا استاذ عزه، انا النهارده استمعت باهتمام شديد لبرنامج الحكومه واللي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، واقدر اقول بشكل مبدئي ان هذا البرنامج على فكره برنامج يليق بحكومه مكلفه لانجاز او مرحله جني الثمار. يعني هو حتى يعني هذا البرنامج عنوانه هو جني الثمار بعد ما كان في برنامج حكومه الموالد الشبيب الاسماعيلي. خليني تحت عنوان خليني اقول لحضرتك على حاجه ست النائب، واحنا متعودين الصراحه معاك انا تحديدا يعني. اتفضلي. حضرتك وانت بتستمع لبيان الحكومه اليوم، شفت انه بيان الحكومه لا يفتقد لشيء؟ نعم؟ لا يفتقد لشيء بيان الحكومه اليوم؟ لا انا خليني اقول لك افتقاده لشيء يا استاذ عز او عدم افتقاده لشيء ده في التفاصيل. يعني احنا النهارده اللي عرض علينا مختصر البرنامج، وكان مرسل للمجلس كتيب كبير جدا فيه اكتر من 600 صفحه، هو ده البرنامج التفصيلي. ايوه، فما اقدرش اقول النهارده هو يعني يفتقر الى شيء او لا يفتقر الى شيء. ده يطلع في التقرير 15 صفحه كامل البرنامج بالظبط كده. ايوه انما بشكل مبدئي انا بقول لك انا تابعت مع عرض السيد رئيس الوزراء. ايوه، لا شايف ان هو برنامج شامل، شايف ان هو برنامج يتلامس مع مشاكل المصريين، شايف ان هو برنامج على فكره حاطط عينه على المواطن البسيط والفئه الاولى بالرعايه. دي اهم حاجه. بالظبط كده. بالظبط كده، لان احنا خدي بالك الدوله المصريه مرت بمرحله مهمه جدا يا استاذ عادل. ايوه، هو يعني كان عنوانه الرئيسي هو برنامج تثبيت الدوله المصريه. احنا كنا عندنا حاله من حالات السيوله في مؤسسات الدوله، وسيوله في مواردنا الاقتصاديه، وسيوله في قراراتنا للاصلاح الاقتصادي. احنا النهارده نجحنا ان احنا نمر بعد قرارات واصلاح اقتصادي بالغه الصعوبه واصلاحات هيكليه في مؤسسات الدوله، ان احنا ثبتنا الدوله المصريه، بقى عندنا ملامح الدوله واضحه. ما بعد ذلك احنا في مرحله بقى جني ثمار ما تم انجازه ده. عشان كده بقول لك الهدف الرئيسي الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو المواطن البسيط باذن الله تعالى. واعتقد ان المواطن ده اللي احنا عاوزينه، ده اللي احنا عايزينه، ده دور حضراتكم. ست النائب قبل ما تقفل، ايه فكره انه البرلمان يسقف للحكومه؟